بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم محاضرتنا المحاضرة الثامنة اللي هي راح ناخذ النوع الثاني من المحطات اللي هي المحطات الغازية. ليش سميناها غازية؟ لأنه تعتمد بتشغيلها على الغاز، والغاز يفرق عن المحطات البخارية اللي تشتغل على البخار، هاي تشتغل على اليمن على الغاز. تتكون من 3 أجزاء رئيسية اللي هي الكومبريسر والتوربين وبينهما غرفة احتراق. هاي غرفة الاحتراق راح تضيف حرارة إلها، هذا الكومبريسر هذا التوربين وبيناتهم غرفة احتراق. غرفة الاحتراق راح تحرق الغاز الموجود وتضيف للهواء المضغوط من الكومبريسر، راح تضيف له حرارة عالية، وهاي الحرارة العالية راح يصير عندنا غاز. ليش سميناه غاز؟ ليش؟ لأنه بعد ما صار هواء من نار، هنا نسميه هواء، ورا ما طب غرفة الاحتراق نسميه غاز، لأنه بعد مو هواء نقي، راح ينضاف له نواتج احتراق الغاز، فلذلك صار عندنا غاز، فراح يدخل للتوربين بضغط عالي ودرجة حرارة عالية. الأجزاء الرئيسية لهذا الغاز توربين نسميها غرفة شوف الريش بالبداية تكون كبيرة وبالنهاية تكون صغيرة. ليش؟ لأنه الريش الصغيرة تتحمل ضغط عالي، بينما الريش الكبيرة ما تتحمل. بالبداية يصير الضغط قليل، وكل ما تقدمنا بالاتجاه للأمام تكون ضغط أعلى. ورا ما طب غرفة الاحتراق التوربين راح ينعكس عندنا العملية، بالبداية الضغط عالي وبالنهاية الضغط أقل، يصير بإكسبانشن. عملية التشغيل هسه جيتكم إياها أني، هاي أني مجرد أريدك تفتهمها. الشغلات المهمة البرايتون سايكل تتذكروها، بها ضغطين، ضغط الرئيسي الأول اللي هو الضغط الجوي، وراها ضغط الكومبريسر، وبناء عندنا عملية كومبرس، عملية انضغاط، وعملية اكسبانشن. بس نشوفه بالمسائل إن شاء الله. هذا الرسم السايكل مالتنا، كومبريسر توربين وبيناتهم غرفة احتراق، والتوربين هو يحرك الكومبريسر، والدبليو نت يساوي لي دبليو توربين ناقص دبليو كومبريسر. عندنا اهم شيء بهذا الحكي كله هي الفوائد مال الغاز توربين، محطة الغاز توربين ومضارها، لان راح تحفظهن، واللي هي نفسها تجي مقارنة، يقول لك قارن لي بين المحطة البخارية والمحطة الغازية. اول شيء التصميم مال المحطة الغازية يكون اسهل من المحطة البخارية، ما يحتاج بويلرات ولا اي مواد مساعدة ثانية. ثاني شغلة انه عدي الحجم مالتها يكون اصغر بهواي مقارنة بالمحطة الغازية، وما تاخذ اي مكان، يعني مكان كبير. الشغلة الثالثة كلفة التشغيل مالتها، كلفة البداية وكلفة التشغيل مالتها هواي اقل من المحطة البخارية. بالمقارنة ويا المحطة البخارية انه ما تحتاج لا مي ولا كوندنسر ولا ابراج تبريد المحطة الغازية. الصيانة مالتها تكون، كلفة الصيانة مالتها تكون قليلة. الغاز توربين يعني بالتركيب مالته هواية ابسط وبالتشغيل من المحطات التوربينات، يعني التوربين الغازي ابسط تركيبة وتشغيله من التوربينات البخارية. يستطيع ان يشتغل من الظروف، يعني من البداية يكون اسهل تشغيله من المحطة البخارية. تدرون المحطة البخارية من تشتغل تحتاج بالبداية الى تسخين المي وتحويلها الى بخار، والبخار الى سوبر هيت، يلا تبدأ تشتغل. بينما الستيم الغاز توربين هي تقريبا مثل السيارة او مثل المحطة، مثل يعني مجرد محرك راح يشتغل. الأجزاء اللي تتغير هي مثل الأجزاء اللي هي بالمحطة بالمكائن الترددية، يعني تتغير بسهولة. الشغل الضغط التشغيلي مالتها يكون أقل، سرعة التشغيل مالتها أعلى، كلفة التزييت مالتها والصرفياتها تكون أقل. المضار مالتها انه اول شيء هاي المحطات يسموها ستاند باي، مو محطات رئيسية، يعني انه شنو هو احنا ما نعتمد عليها بشكل رئيسي. ليش؟ لانه كفاءتها تكون قليلة،
مو مثل كفاءة المحطات البخارية. يعني في حالة لا سمح الله صار خلل بالمحطة البخارية يشغلوها إلى أن يصلحون الضرر مالتها، والكفاءة مالتها تكون قليلة تقريبا 20 إلى 30% كفاءة، بينما المحطات البخارية شفتوا وصلناها 39 و40% وأرخص وأشغل وللبيئة تكون أهم أحسن. الشغلة الثانية أنه قلناها الكفاءة مالتها تكون قليلة الدرجات. الشغلة الثالثة الأجزاء مال التوربين اللي تستخدم اللي هي الكمبريسر، وهاي تكون الدبليو نت مالتها أكثر من ال يعني راح تاخذ من الدبليو نت مال التوربين. درجات اللي يتعرض لها ريش التوربين تكون عالية جدا إلى 3000 فرنهايت أو 1200 1300 سنتيغريد. معناها شنو؟ أي معدن راح ينصهر اذا ما عندنا فشي طريقه انه تبرده، وبذلك ان نشوف الريش مال التوربين دائما بيها اضرار بغض النظر انه على طريقه التبريد وكفاءه التبريد مال الريش. فلذلك انه دائما تتلف مو مثل المحطات البخاريه. المحطات البخاريه ايش قد درجه البخاره تخذت الاسئله مالك ما شفتوها ايه بين 550 600، بينما هذه 1300 1000 بالمحطات الحديثه 1300 1400 صارت درجة الحرارة، معناها انه تتلف لي ريش اكثر من المحطات البخارية. النقطة الخامسة والاخيرة انه الاستجابة للتغيرات متطلبات الطاقة تكون اقل من المحطات البخارية. يعني اذا صار عندي انخفاض او ارتفاع عالي مو راح يدش الاستجابة السريعة للسرعة دي. هذه مدخل للمحطات الغازية. راح ناخذ اول جزء بها اللي هو الكمبرسر. الكمبرسرات نوعيتين عندنا. اول شيء انه اما سنترفيوغر نوعيه او ثانيه نوعيته اكسيال كومبرسر. من اسمه سنترفيوغر معناها مين يدخل للهواء، يدخل للهواء مين من السنتر مالته ويطرحه من الخارج مالته. في ثلاثة اجزاء رئيسيه اللي هي هذه الامبلر سيد ديفيوزرات وفيوليت. لان ثلاثة اجزاء رئيسية تتكون من عدد الكونستراكشن مال سنترفيوغال كومبريسر واللي هي هذه الامبلر سيد ديفيوزرات الفيوليت. الفيوليت اللي هو شكل الحلزون من قطر قليل الى قطر عالي هم يشتغل. الجزء الاكبر بعملية رفع الضغط راح تصير وين بالامبلر، بينما الديفيوزرات والفيوليت راح ترفع للجزء الثاني. وهذا الشكل مقطع عرضي بالسنترفيوغال، شوف راح يدخل الفلو منه راح يصير راح يرفع الضغط بالامبلر ورا الامبلر راح يطب السيد ديفيوزرات ورا الديفيوزرات راح يطب للفيوليت ويخرج ضغط عالي. الكونستراكشن مالت السنترفيوغال كومبريسر انه تصير الريش تصير دبل سايد دبل سايد او الامبلر الريشه مالته دبل سايد. نقصد به هذه الريشه راح يصير منه هذا سايد وهذا سايد ثاني، والانلت يدخل منه ومنه. فلذلك يصير عندي بس المشكلة بها هاي النقاط التالية. أول نقطة أنه القطر مال الريشة راح تكون أقل بالدبل سايد. الخسائر لأنه مدخلين عندنا راح تكون أكثر. الماطول راح يدخل الهواء من مدخلين راح تصير بها عدم استقرارية عالية. ماطول راح صارت بها عدم استقرارية عالية راح يصير بها هاي ستريسز، يعني يصير اجهادات عالية بالامبلر. ورا ما صارت عندي الاجهادات العالية بالامبلر راح يصير عندي ما راح نقدر نشغلها بسرعة عالية، فلذلك تكون السرعة الدورانية مال الريش تكون قليلة. هذا محرك رود رايز بريش هذا السنجل وهذه الدبل سايد امبلر. عندنا كل امبلر شوفوا هاي الامبلر شكل الريشة مالتها شنو هي عدلة تمام ولا لا. عندنا الشاع اللي هي العدلة، بينما عندنا ثلاث نوعيات رئيسية اللي هي الباكورد والعدلة اللي يسموها راديال بليز والفورورد اللي هي المود. شنو الفرق بين ذن الثلاث انواع؟ هذا الفرق راح اشرح لكم اياه هنا. أنا اول شيء راح على اعتماد على الضغط الاتش على يمن على امدوت الضغط والامدوت. اول شيء الباكورد
الام دوت مال تشبيهه كل ما زيدنا الام دوت الاتش مال تشبيهه راح تقل. الراديال راح تكون وسط، يعني كانما ما عندنا مشكله، كل ما زيدنا الام دوت الاتش ما راح يرتفع ذاك الارتفاع الكبير. والفورورد كل ما زادت الام دوت الاتش مال التشبيهه راح يرتفع. عندنا راح نجي على سيت الديفيوزرات. سيت الديفيوزرات اللي هو هذا سيت الديفيوزرات. شوفوا هذا سيت الديفيوزرات، اول شيء العدد مالته معلوم انه راح يصير، وشكل المقطع مالته شكل ديفيوزر. احنا نحرص انه السرعة العالية ما تتجاوز الماك نمبر رقم واحد. ليش؟ لان مساحة المقطع هنا شكل ديفيوزر، اذا تجاوز الماك نمبر واحد معناها انه هذا راح ما راح يصير ديفيوزر، راح يصير نوزل. ليش؟ لانه شكل المقطع بالسوبر سونيك مو مثل الساب سونيك، تمام؟ لو تتذكروا بالجاز دايناميك، فلذلك نحرص انه ما يتجاوز. فلذلك شو يسوون؟ يتركون مسافه بين السيت الديفيوزرات والامبلر، ويحرصون انه ما تتجاوز سرعه الامبلر على 460 متر بير سكند، على مود ما يصير سوبر سونيك وما يصير عدي سوبر سونيك وما يصير السيت الديفيوزرات يشتغل عدي غير شكل. هسه عندي اهم المساوئ، انه قلت لك ما يصير عندي 460، والبرجر ريشيو ما يتجاوز 4 على 6. مالتي ستيج ممكنه بس صعبه التصنيع. الام دوت اللي راح يدخل السنترفيوغال كميته مقارنه بالاكسل كومبريسر تكون قليله. الكفاءه مالته تكون قليله مقارنه بالاكسل كومبريسر. فوائده انه مستقر باستقراريه عاليه، مساحته صغيره، الحساسيه التصنيع مالته بحيث انه بالحي الصناعي نقدر او اي واحد يقدر يصنع سنترفيوغال كومبريسر حسب